سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله في فيديو جديد على قناتي وقناتكم تيما فلوكس. كنتمنى ان بداية هذا الفيديو تكون نالت اعجابكم، ان المناظر الطبيعية اللي حاولت انني نتقاسم معكم تكون عجبتكم. صراحة الطريق ديال اكسيون اللي كنمشي ليه كيتعجبني بزاف، المناظر اللي فيها زوينة بزاف، خاصة في فصل، في الحقيقة حتى في الشتاء ملي كيكون الثلج كيكون منظر زوين، ولكن ملي كيدخل فصل الربيع فكتبدل الدنيا سبحان الله العظيم. كنقول ماشي غير كنمشي للاكسيون، وانما كنمشي حتى كنستمتع بالطريق ديالها. صراحة منظر جميل جدا جدا، فكنتمنى ان البداية ديال هذا الفيديو تكون نالت اعجابكم. فحبيبتي، كيف قريتو في العنوان، الفيديو ديال اليوم غيكون عبارة على مشتريات. غادي نتقاسم معكم المشتريات ديالي من اكسيون. اكسيون صراحه من واحد المحل اللي كيعجبني بزاف، ولكن مع الاسف ما قريبش ليا، يعني بعيد البلاصه فين ساكنه تقريبا بشي ساعه. ولكن كيف قلت لكم كنديروها خريجه، كنديرو منها نزهه، كنخرجوا كناخذوا الوقت ديالنا، وفي نفس الوقت كنمشيو كنتقداو وداكشي اللي خاصنا، وكنديروا دويره في اكسيون. فحدا اكسيون كاين ليدل، كاينين بزاف ديال المحلات اللي كندخل ليهم. اذا على بركه الله نبداو ان شاء الله نفتحوا هذا الشيء اللي خديت، نتقاسموا معكم تاخذوا فكره حتى نتوما الا عجبتكم شي حاجه علاش لا نوريكم. في الحقيقه كاينين اشياء اللي خديتهم وكانوا خاصني نزيد منهم وعاودت مشيت زدت منهم، يعني ماشي شي حوايج اللي جداد، وكاينين شي حوايج اللي لقيتهم جداد ما عمري ما شفتهم في اكسيون حتى هما خديتهم. كاينين تخفيضات، دخلوا بزاف ديال المنتوجات صراحه. فكيف كتشوفوا معايا هنا خديت هادو، عجبني الشكل ديالهم، هما سامبل. تشهيتهم لرمضان في الحقيقه، شويه ديال الشباكيه او لا سليلو او لا التمر علاش لا، خديت جوج. نصيحه مني دائما ملي تعجبكم شي حاجه خذوا جوج منها، لانني ديما كنت كنطيح في هذا المشكل، كناخذ حاجه واحده كنجي للدار كندم كنقول علاش ما خديتش الثانيه، فوليت ديما من اي حاجه كناخذ جوج. فهادو عجبوني، وحتى الجوده ديالهم كيبانوا صراحه صحاح، الدجاج ديالهم غليظ مزيانين. مع الاسف الثمن ما عقلتش، ولكن غيكونوا كيديروا اورو شي حاجه لواحد، ما غاليينش، ما فايتينش جوج ديال الاورو. الحاجه زوينه في اكسيون هي ملي كتاخدي شي حاجه هكا اللي تقدر تهرس كتمشي كتديها ملي كتمشي تخلصي كتلقاي هذا البابي هذا بعدا كيحميها. عجبتني هذه القريعه هذه، كيف كتشوفوا مكتوب فيها الماء لو بالعديد من اللغات. عجبني، عندي ديال العصير عندي جوج ولكن صغار، وهذه كيف كتشوفوا معايا راه فيها اترو، يعني بحال هكا بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الماء المنسم بالنعناع او الحامض او هذا. فجاتني زوينه خديتها حتى هي. بالنسبه للطفله ديالي عجبتني هاد القريعه هذه العصير ولا الحليب مع الصباح، وحتى في قلبتها حتى في النظافه كتنظف بسهوله، كتحيدي هادي كتحيدي هادي فكتجزء وممكن تنظفيها، يعني واخا ديري فيها الحليب واخا ديري فيها. وهادو بطبيعه الحال راه بامكانكم هاد لي باي هادو راه كتبدلوهم يعني كل مره، هما اللي كيكونوا شويه واعرين. كذلك الطفله ديالي عجبوني هادو بزاف، كتعرفوا دابا وقت الاوستر او الاوستان كيكونوا هاد الاشكال هادو ديال الهاز. فخديت لها هاد الطبيسيل وخديت هاد لاطاس، عجبوني نبدا نحطهم لها في الفطور، دير لها هنا الحليب ديالها زوينين. وحتى اللون عجبني، كاينين في الخضر وكاينين حتى في الزرق، في الغوز ما كاينينش. نبقاو ديما في الماعن،
عجبوني هاد الزليفات هادو كيف كتشوفوا الجودة ديالهم هائلة زوينة بزاف. مع الأسف لقيت غير هاد ثلاثة هادو في هاد اللون هذا، هما ماشي من نفس الشكل كيف كتشوفوا كل واحدة وكيفاش، ولكن كيبقاو في نفس الألوان عجبوني بزاف. أكيد غنلقى لهم استعمال إن شاء الله، واخا يعني ما خديتش واحد سيرفيس ولا هذا، المهم هذاك الشيء اللي لقيت خديته لان اللون عجبني بزاف. ممكن انني نمشي مره اخرى نقدر نلقى يعني اشياء كتشبههم او لهما نيت ناخذ منهم نكمل منهم سيرفيس، علاش لا. مي حاليا ما لقيتش الصراحه، لقيت غير هادو. كاينين حتى في الكحل، الكحل كاين بحال هكا بزاف ديال لي موتيف، ولكن في الكحل والبيض تاو مزوينين. ما انا عجبني صراحه هذا اللون، دابا كنعرفوا جاي حنا في الربيع وجاي الصيف، فمن الاحسن الانسان ياخذ الوان اللي تكون مفتوحه. خديت هذا البلاطو هذا كيف كتشوفوا، فهو فيه مرآة ومنجن داير بهذا الميتال هذا، زوين حتى هو للتقديم. ممكن تحطي فيه ديكورات كيف مبينين هنا، ممكن انك تستعمليه تزيني بيه بيت النعاس، حطي فيه العطور الى عندك البلاصه، حيت هو كبير شويه كيف كتشوفوا راه كبير. اولا ممكن تستعمليه كبلاطو، عنده صراحه عده استعمالات. الثمن ديالو شي 3 اورو شي حاجه تقريبا. من بين الاشياء اللي كانت عندي في البيت وزدت منها هما هاد الجوج هادو كيف كتشوفوا، هادو عجبوني عندي ديجا في الدار، ولكن كيف قلت لكم كانوا عندي غير وحدين، ما كيجيش حتى المنظر زوين في الطبله. كيعجبني تحطي مثلا وحده في اليمين وحده في اليسار، فكيعطيو منظر جميل وكيكون استعمال ديالهم كيف كتشوفوا عديده الاستعمالات، زعما زوينه الثمن ديالها زوين ما غالياش نهائيا. فخديت انا نوريكم الثانيه، ها هي الثانيه ديالها. فدابا اكتمل عندي اكتمل عندي المنظر، نبدا نحط وحده هنا وحده في اليمين وحده في اليسار ونعمرهم بشي الاشياء اللي بغيت. فانتوما كنصحكم بحال هادشي دو تاخذوا منه جوج، سورتو ان في اكسيون كتعرفوا ان الاثمنه كتكون مناسبه. وخديت هذا حتى هو كيف كتشوفوا فيه 4 ديال الكؤوس 4 ديال المعلقات، وهادو حتى هما على هاد اللوحه هادي اللي كنعرفوا انا دابا ولات تري توندونس على مود، كلشي ولا كيستعملها في التزيين ديال المائده ديالو. حتى هذا راه عندي منه جوج، دابا انا نوري لكم. ها هي العلبة الثانية ديالو، نوريكم غير الشكل كيفاش كيجي. شوفوا معايا الشكل ديالو شحال كيجي زوين. فممكن تاخذوا فكرة من هنايا، تحطوا تعمروهم بسلطة او لب بشي حاجة هكا بلي صوص. ممكن هادو تعاودوا تستعملوهم في شي طبق كبير مثلا، لا فورتو اللحم ولا درتو شي طبق هكا ديال العرادة، فكيجي زوين ديرو فيهم لي صوص، ديرو فيهم ملح والكمون. صراحة استعمالات ديالهم عديدة والمعلقات ديالهم زوينين، كاليتي زوينة. فكانوا عندي هادو، وعاودت خديت باكية اخرى باش ان شاء الله الا كانوا عندي الضياف ولا شي حاجة نلقى بعدا سيرفيس كامل، كيسان يكونوا شوية كتر. اذا حبيباتي غادي نجمع كاع هادشي اللي يقدر يتهرس ونوريكم ان شاء الله باقي المشتريات نتقاسمها معكم. كيف كنقول لكم ربما تاخذوا فكره، ربما تعجبكم شي حاجه حتى نتوما تكونوا كتقلبوا عليها، فخليكم معايا نحيد هادشي ونرجع ان شاء الله. اذا حبيباتي غنبدا نجبد حاجه بحاجه ونهضر لكم عليها. كيف كتشوفوا معايا هذه مخده، الناس ديال المانيا غادي يكونوا عارفين هاد الماركه هذه، كيكونوا فيها حتى نوامس اولا ماتخاتسن.
كيتنفخوا، كيعجبونا بزاف لي بيكنيك حتى الدار الكامبينغ، كيكونوا زوينين بزاف وما كياخدوش البلاصه، كتستعمليهم وقت ما احتاجيتيهم. فلقيناها مخفضه في الثمن وخديناها. خديت هذا لبنتي. قولوا لي واش حتى نتوما بناتكم بلين بهاد اللون؟ راه ما تخيلوش البنيتات اللي مع بنتي وحتى بنتي شحال كيحماقوا عليهم. فلقاتهم في هاد الكويس هذا، قالت لي ماما عافاك واش واخا خديتي عليا، خديت على الثمن ديالو مناسب، كان قل من اورو. فقلت لها علاش لا، مادام هذا غادي يفرحك ما كاين حتى مشكل. خديت هاد الكابلات هادو يو اس بي، كنشارجي بهم التليفون، حتى هما لا مارك ديالهم مزيانه، وصراحه حتى الثمن كان مناسب. لقيت هاد نيفيا هادي صراحه كتعجبني بزاف، كتعطيكم واحد الاحساس ديال النقاء، ريحتها واعره كيف كتشوفوا، ما فيهاش الالومنيوم كيف كنقول لكم ديما، ما فيهاش الكول، زوينه بزاف. لقيتها حتى هي بروموسيون، داكشي علاش خديت جوج. سمحوا لي على الاثمنه، راه ما عقلتش عليهم بزاف. انا من عشاق الوريدات، فين ما لقيت شي حاجه فيها الوريدات كنتمنى يكونوا كيبانوا لكم مع الاضاءه. شوفوا هادو راه اون بلاستيك والتوب، مي عجبتني لا كاليتي ديالهم، تستعملهم هكا في الديكورات او في اي شيء. كذلك الورود، ثم الورود عجبوني هاد جوج، نقولو فيزان صغيورين، نقدر نستعمل فيهم هاد الوريدات نيت اللي خديت. هادو خصني نحلهم ونشوف. عجبوني كي قلت لكم ديما وليت غناخد جوج، سورتو ملي كيكون الثمن مناسب، فكان ما فيها بس مره مره نسمحوا لراسنا بشي حويجات. هادو كانوا دايرين بنات غير 99 سنت، وكيف كتشوفوا الجوده ديالهم راها زوينه وتقال، وراهم وقيله بورسلين في الدوغي، زوينين. غيجيوني مع الصالون، الصالون عندي في الماغون والبيج، فكنظن انهم غيجيو زوينين الا لقيت لهم شي بلاصه زوينه. خديت هاد كي غنقولوا لهم هاد التقاشر اولا، يعني واحد الغشاء كيداروا فيه الرجلين كيف كتشوفوا هنايا، كيقولوا مقشر زوين، سمعت عليه وشفت شحال من فيديو صراحه، وكنت وقت ما كنمشي ما كنلقاهش، كنت باغا نجربه شحال هذا وما عمري لقيته. فمني صادفته واخا ما عمري جربته، شوفوا شنو درت، خديت ثلاثة. تا هو الثمن ديالو واقيلا شي اورو 75 ولا شي حاجه، ما غاليش. وكتعرفوا دابا الصيف قرب، فكنبداو نلبسوا سنادل بزاف، وكتبغي رجليك يكونوا زوينين مقادين، وصنداله كتفكر في الرجلين. فقلت انني ناخذ ثلاثة، الا جربته وعجبني نعاود نستعمله وغنتشاركوا معكم ان شاء الله، نقول لكم النتيجه واش كانت مرضيه او لا. والبنات انا ديما ملي كنمشي لاكسيون كناخد الفوطات، دائما ملي كنمشي كيخصني ناخد، واخا ناخد غير جوج المهم ناخد الفوطات، لان الفوطات شي حاجه اللي كنستهلكوها بزاف. هادو راه كبارين البنات، مع الاسف ما غيبانوش لكم، ولكن غنقول لكم العبار ها نتوما كي كتشوفوا.
هانتوما 50 في 100 سنتيم، شفتوهم راهم كبار، ماشي ديال الجسم، اليدين اللي بغات تلوي شعرها اللي عندها الشعر طويل كنستعملهم بزاف في شعري. وكيف كتشوفوا هنا، سمحوا لي نوريكم، 100% قطن، شفتوها. الثمن ديالهم زوين بزاف، اورو 75 البنات. وفوق تما مشيت كي قلت لكم كناخد على الاقل جوج، خديتهم هاد المره في البيض. هاد شنو طاح، وهاد الثانيه 100% قطن، اورو 75. كنظن ان الثمن مناسب بزاف، كاينين بلايص اخرين كتلقاو فيهم الفوطات غاليين. خديت هاد القشير توخ اولا داك المنديل اللي كنطفو به الاواني، كنطفو بهم المطبخ على حسب نتوما اللي بغيتو. زوينين حتى هما، شي 89 سنت واقيلا كيديرو، رخاصين ثلاثة. عجبني حتى اللون ديالهم، كانوا عندي في الاسود والبيض، وصراحه انا كنستهلك بزاف السرابط، وما كان بحال نقول لكم ما كنحافظش عليهم، يعني غير كيطبعوا كيتكرفسوا كنرميهم وراه ماما عارفه عليا هادشي، فديما كناخذ السرابط. دونك كنقول اللهم ناخذ شي حاجه اللي رخيصه وتكون الجوده ديالها مزيانه. تيلا تكرفصات مع الوقت بعدا ورميتها، ما يبقاش فيا الحل لان الثمن كان مخفض. اطار التنظيف كذلك خديت هذا اجاكس ديال الارض، ديال تمسحي بيه تنظفي بيه اي حاجه بغيتي، ما تخيلوش البنات على ريحه، فيه ريحته رائعه هائله، كتعطي واحد لافريشور للدار، واحد الاحساس بالنظافه. يكفي غير دوزي غير التجفيفه مثلا خفيفه، تنظفي به الحمامات، كتولي الدار كلها هي فيها ريحه الورد، ومجهده فعلا الريحه ديالو. الثمن جد جد مناسب، اورو 25 كيف كتشوفوا اترو، وكديري غير شويه كيف كتشوفوا هنايا، راه غير غلاقه وحده في 6 اترو ديال الماء، شفتوها. والريحه ديالو زعما هائله، هذا احسن منتوج لحد الان استعملت من نهار جيت لالمانيا، هو هذا احسن واحد لقيته في اكسيون. ما عرفتش واش كاين في المحلات التجاريه الاخرى، ما عرفتش صراحه، ما عمري لقيته اولا ما عمري انتبهت ليه. المهم انا دابا وقت ما نمشي لاكسيون ولقيته كناخد واحد. ها هو راه مازال عندي القديم، شوفوا كيف قلت لكم كنستعمل غير واحد الكميه قليله، وكتعطي المفعول والريحه هائله. خديت هذا الجل ديال الالويفيرا، حتى هو داير ضجه، شفت بزاف ديال البنات هضروا عليه في على اليوتيوب في انستغرام، كلشي كيتكلم عليه. انا كنت خديته شحال هذا وبحال ما استعملتوش يعني مزيان، كانت بقات لي القرعه وكنت خايفه لا يكون قدام ورميتها صراحه. مي مؤخرا فكرت انني ناخذو نبدا نستعملو لبنتي لشعرها لان تدير البالي، فقلت علاش لا ما نستعملش لها هذا، سورتو انهم كاتبين 92% الويفيرا، فقلت من الاحسن عوض داك الجيل العادي ديال الشعر اللي يقدر يكرفس لها شعرها مع الوقت، من الاحسن انني نستعمل لها هذا. غادي نجربو غادي نشوف النتيجه ديالو، ولا عجبني نقدر نعاود نهضر لكم عليه ان شاء الله في شي غوتين ديال بنتي ولا شي حاجه، نعاود نتكلم لكم عليه. كيف قلت لكم راه كنت خديته ولكن ما استعملتوش استعمال زعما اللي صحيح، باش زعما نقدر نقول لكم رايي فيه، فان شاء الله المره الجايه نعاود نهضر لكم عليه من بعد ما نستعملو، خاصه كي قلت لكم بغيت نديرو للشعر. خديت لبنتي هاد لا بومب كي كيقولوا ديال لو با، شوفوا من ماركه تشوبا تشوبس،
زوينة، عجبني الشكل ديالها، عجبوني الألوان اللي فيها. الريحة الصراحة ما عرفتش، ما شميتهاش، ما هي فرحت بها عجبتها. حتى انا الصراحة جاني الشكل ديالها زوين، اكيد انا غتعطي شي لوين يكون زوين في الحمام، فنجربوها نشوفو كيفاش دايره. الثمن ديالها تقريبا شي €99. خديت تقشرة البنات، كتعرفوا دابا الصيف تقاشر كيولي عليهم الطلب، هادو اللي كيكونوا حاضرين. خديت 3، جوج في البيض، كنستعمل البيض بزاف، وواحدة في الكري. هادو لقيت بحال المكونات ديالهم بلاتي الا باقي عاقله، فوالا هانتوما 66% قطن. يعني كنتمنى تكون كتبان لكم. فشفت في واحد النسبة عالية فيهم ديال القطن، وقلت علاش لا ما نستعملهمش، لان الرجلين كيكونوا كيعرقوا، هما التقاشر ديال القطن ديما كيكونوا مزيانين، ولكن في الصيف من الاحسن تاخدوهم يكونوا يعني فيهم ديك 90%، المهم من 60% للفوق ديال القطن كنصحكم بهم. الثمن ديالهم كان كيف كتشوفوا راه فيهم جوج، والثمن ديالهم بلاتي نشوف لا فاكتور. اذا البنات هادو الثمن ديال كل وحده €29 وفيها جوج، و66% قطن، يعني كنظن ان وفاه هاد التيست هذا الناس ديال اوروبا غيكونوا عارفينه، فكنظن انهم ان شاء الله غادي يصدقوا مزيانين. خديت الزوج ديالي هادي، حتى هي 0% الومنيوم، كنظن انها زوينه. كاع اديداس لي ديودورون ديالهم زوينين. وديما ملي كنمشي لاكسيون كيخصني ناخد لبنتي بحال هاد الاشياء اللي كتكون رخيصه في الثمن وزوينه، فكدير بهم اعمال يدويه، اولا كي كيقولوا بالالمانيا باستلن. كل مره كتصوب بهم شي حاجه ملي كتكون عند صاحبتها عيد ميلاد ولا شي حاجه، بالاضافه للهديه بطبيعه الحال كتصوب لها كشي وريقه كتكتب لها فيها شي حاجه وكتزوقها بعد، كتقول لهم هي جليتس، هما ستيكرز. كيف كتشوفوا الالوان ديالهم زوينه، والثمن يمكن شي 49 سنت ولا شي حاجه، ما وصلش حتى 50 سنت. خديت هاد القهوه البنات، كنت جربتها وعجبتني، وليت وقت ما كنمشي كنستعملها، يعني وقت ما مشيت كناخد منها واحد جوج باكيات كنستعملها، بالاضافه الى ماركات اخرى. مي حتى هادي صراحه زوينه، كيف كتشوفوا هاد البادز هادو الى عندكم سانسيو فكتخدم بهاد لي بادز زوينة، وفيها 36 وحدة. كذلك خديت كابل USB، هذا رخيص من هادو، هادو كيف قلت لكم سيتون مارك، هادو واقيلا غير عاديين، ولكن اللي كيعجبني في هذا هو فيه 2.5 متر في الطول. هو الصراحة هذا ثالث واحد غادي ناخد، كيخسرو دغيا ما كيطولوش، ولكن كيعجبني لان فيه الطول كنحتاجو بعض المرات، فخديتو. حتى الثمن ديالو واخا هكاك مناسب، فنحاول انني نحافظ عليه هاد المرة. خديت هاد المقص، خديتو من الجهة ديال المعن، كيبان ليا زوين، فايتة مجربة المقوصة ديال اكسيون زوينين. خديت للزوج ديالي هاد الفرشة الاسنان، حتى هي زوينة.
وبطبيعة الحال زايفن بلازن هادو كتعرفوا ان كاع الدراري الصغار عزيزين عليهم، كيبغيو يلعبوا بهم. ودابا الربيع وقت شبيل بلاتس، وقت الخروج. فاللي غنصحكم انكم في عوض ما كل مرة تاخدوا قرعة بحال هكا بواحد الثمن لي يعني اورو ولا اورو شي حاجة، كنصحكم انكم تاخدوا حيدة، ومني تخوالكم تاخدوا غير المال اللي كيكون لداخل، راه كيتباع بوحدو في قرعة كبيرة، الثمن ديالو مناسب، واقيلا كيدير شي 2 اورو وشي حاجه تقريبا، او لا 3 اورو. كتقدروا انكم تعمروا به هذه القرعه، ما تضيفولوش الماء غير هو بوحدو، فكتقام عليكم المساله رخيصه شويه، على انكم كل مره تاخذوا قريعه بحال هكا كيف كتشوفوا راه ما فيها والو، بعد المرات تطيح لهم غير في الارض كتخوى كلها فمن الاحسن تاخذوا قرعه وتاخذوا العماره ديالها، كيبقى دائما في اطار الاقتصاد. اخر حاجه حبيباتي، عجبتني هاد الكسيوه، هادي حمقاتني الصراحه، عمري ما خديت الحوايج من اكسيون ديال الاطفال، ولكن ملي شفت هاد الكسيوه وشفت الشكل ديالها فعجبتني، قلت نجربها. بطبيعه الحال غنصبنها، وهنا كي دايرين كتصبن في 40 دوغري، يعني بامكاني نديرها في الماكينه تعقم مزيان ونجربها ديك الساعات نشوف. عجبتني هكا الصيف، الالوان ديالها ديال البحر ديال لابيسين، فقلت علاش لا. والثمن ديالها كان رخيص صراحه، شي 3 اورو وقيله. اذا حبيباتي وصلنا لنهايه الفيديو، كانت هذه هي المنتجات او المشتريات ديالي من اكسيون. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، كنتمنى ان هذا النوع من الفيديوهات يكون كيعجبكم، يعني كنتقاسم معكم المشتريات ديالي اللي ممكن انني نفيدكم بفكره بسيطه بشيء بسيط نتوما كتقلبوا عليه بثمن مناسب مثلا. فكنقول لكم مع السلامه في فيديو جديد ان شاء الله، تهلاو ليا في راسكم وعواشر مبروكه. كنتمنى انكم تشاركوا الفيديوهات ديالي مع اصدقائكم، تبارطاجيوهم مع احبابكم على الواتساب على مواقع التواصل الاجتماعي. كنتمنى تتركوا لي تعليق، تتركوا لي اعجاب باش تشجعوني نزيد القدام حتى انا ان شاء الله في الفيديوهات. فحبيباتي مع السلامة، فيديو جديد ان شاء الله.